السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم الميكانيك للترايل. طبعا الفيديو هذا موجه للوعي بالجدد أو اللي ما مر دخلوا الترايل، وإن شاء الله تستفيدون منه. طبعا الترايل مكون إلى ثلاث بوسات. أول ما تدخل الترايل أو أي دنجن يعني، يكون هناك في آدز، وحاول دائما تكون مع أخوياك يعني عشان الهيلر يقدر يهيلك، يعني لا تروح بعيد، تكون مع الجروب اللي هو الدمج عشان الهيلر ما يهيلك بكل سهولة وما تموت. طبعا في وسط الآدز في ضربات راح تجي في جسمك يعني عشان ما تفجر الجروب أو أنت تموت. طبعا دائما أطلع من برا الجروب ومسك بلوك، وهذا كل تقريبا كل ترش نفس طول الترايل لجاك في آدز بيكون نفس الحركة هذه. طبعا نجي حق البوس الاول. البوس الاول طبعا الديدي راح يكون على جهه اليمين، والتانك راح يكون على جهه اليسار. في راح يطلعون لك تومب يكون هنا وهنا. تدخل في التومب زي الدوامه الثلجيه، تدخل فيها راح يطلعك الهيلر، راح يهيلك وراح تطلع. هذا باختصار الميكانيك. بعدها تكمل الدمج، وبعدين راح يطير البوس. عندك تقريبا شيئين تسويهم. اول حاجه انك تدمج اللي هو الحجري، كذا بعد ما تقتلون الحجريين راح ينفخ نفخه البوس، تمسك بلوك وترجع نفس الموضوع، يرجع البوس مره ثانيه تدمج، وهكذا تكون تخلصت على البوس الاول. طبعا دايم لا تكون جنب البوس عند اللي هو الجناح حقه، لانه راح يضربك يطلعك برا الماب تموت، فانتبه انك تكون يعني عند قريب من عنده. طبعا نجي للبوس الثاني. البوس الثاني تقريبا اسهل من البوس الاول. طبعا في البدايه بعض الجروبات راح يكونون يقسمون الدي دي والهيلر الى قسمين، راح يكون 4 دي دي واحد هيلر جهة يمين، 4 دي دي واحد هيلر جهة يسار. وانت تدمج البوس راح يجي احدى اللاعبين مثل اللعنة وتجي حوله دائرة، راح يكون الدمج عالي عليه. لكن اذا كان هناك يعني لاعبين داخل الدائرة نفسها راح الدمج يقل وما راح يموت. طبعا اول ما يطير البوس تروح لأطراف الأرينا، راح يطلعون راح تشوف آدز انه أترونك صغار يطرون، لازم انك تقتلهم. يعني اذا ما قتلتهم ورجع البوس راح يتحولون الى لافا ويسكرون لك الارينا. طبعا نجي حق البوس الاخير. البوس الاخير راح تجيك بوابه هنا في الوسط، وراح تجيك برضو بوابه جهه اليسار، هنا بوابه، وراح يجيك جهه اليمين برضو بوابه. طبعا راح يصرخ صرخه البوس، ثلاثة دي دي راح ينزلون تحت يدخلون هذه البوابة يقتلون بوس هناك. طبعا أول ما تبدأ تقتل الآدز، بعد ما تقتل الآدز راح تصير ثلاث ضربات في الوسط باللهيب نار، تجيك ثلاث ضربات في الوسط، بعدين راح تجي على الأرينا كلها. فأنت شو تسوي؟ تروح تتخبى وراء الصنم أو وراء المجسم الحجري هذا، تبدأ تدمج نفس باقي البوسات. راح تكون على جهة اليمين، راح يكون التانك على جهة اليسار. طبعا اذا كنت انت اللي راح تدخل بورتل، اول ما تدخل بورتل راح يجيك شيء اسمه نيجيت، حاول انك ترميه بعيد عن الجروب، ما تخليه في الوسط. طبعا راح يجي راندوم على اي شخص منهم، اول ما تجيك تضرب، تروح تسوي رول دوج تطلع منها تدمج البوس عادي. طبعا البوس عنده ضربة راح يفوكسك انت فقط، راح يطيرك اذا انت ما مسكت بلوك او انك سويت رول دوج، راح يطيرك البوس، فانت ما يحتاج انك تروح يمين ولا يسار، تبقى مثل ما انت عليه، يا انك تمسك بلوك او تسوي رول دوج وتوخر عن الضربة عشان ما يقدر يطيرك وموتك. طبعا لو شفت البوس ماسك ايده رافع ايده لفوق قاعد زي اللي يتعبد، عندك 4 ثواني تحاول تعطي باش وتكمل دمج. طبعا في نيجات ثانية غير ديك، الأول ما تدخل
هذه راح تكون بس بشكل بطيء راح تجيك، فأنت حاول أنك ترميها على البوس عشان يتدمج معه وخلاص كذا تكون أنت خلصت البورتل وطلعون فوق وخلاص. طبعا وإذا كنت فوق ما دخلت البورتل وتدمج البوس انتبه من ضرباته، راح يضرب الجروب كامل براسه، حاول أنك تمسك بلوك أو أنك تسوي ريلدوج علشان ما يطيرك. وبعد ما يطير البوس راح يطلعون آدز، حاول أنك تركز على الميج اللي هو الماسك عصا، حاول أنك تدمجه أكثر يعني. طبعا بعد ما يدخلون البورتل 3 مرات راح ننتقل إلى الفيز الأخير قبل ما يموت البوس، راح يرمي نيجيت بشكل راندوم. إذا جاتك على طول حاول تطلع برا الجروب، ترميها برا على الأطراف وترجع مرة ثانية، وبكذا تخلص الترايل. وإن شاء الله ما طولت عليكم الشرح، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني. يعطيكم العافية.